يا جماعه النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في حلقه جديده هنا على هوم سينما في تريلر رياكشن جديد. يا ده انا حاسس ان بقالي كتير قوي ما عملتش اي فيديوهات ولا تريلر رياكشن ولا موفي ريفيو ولا اي حاجه. انا بس يعني معلش، انا الفتره اللي فاتت كنت يعني انا عارف ان انا ما كنتش بعمل فيديوهات، بس انا كنت مضغوط يعني بسبب حوارات تانية بره اليوتيوب، يعني حياتنا الشخصيه، فعشان كده ما جاتليش فرصه ان انا اعمل مراجعه لمثلا لإترنالز. على الرغم ان إترنالز مش متحمس له خالص ولا عايز اشوفه اصلا، ولا لاست نايت ان سوهو ولا ريد نوتس، ولا في حاجات كتيره جدا نزلت وانا للاسف مش متابع اي حاجه خالص. بس نزل التريلر بتاع سبايدر مان نو واي هوم تريلر 2 او الاوفيشال تريلر بمعنى الاصح، وهو مدته 3 دقايق. فدي حاجه لازم اكيد ما تتفوتش، يعني سبايدر مان التريلر بتاعه دي حاجه ما تتفوتش. انا امبارح كنت سهران على امل ان انا اساس ان انا في التريلر هينزل امبارح وهتفرج على التريلر والكلام ده كله واعمل له تريلر رياكشن، بس التريلر انا عرفت ان هو هينزل مش عارف الفجر حاجه شبه كده، وبتوقيتي انا مش عارف هيبقى الصبح، فموال يعني اكيد مش هقعد استنى انا كل ده. فقلت اكيد اول لما هصحى الصبح اول حاجه هوبا اصور، هحط العده، احط الكمبيوتر، اعمل تريلر رياكشن، لان دي بصراحه تريلر ما تتفوتش. لان انا فتحت الفيسبوك بسم الله ما شاء الله كميه الناس اللي عماله تسبويل، والحمد لله ما شفتش حاجه، وكذلك الانستغرام، فيعني انا مش عارف هو فيه ايه يعني. فعشان كده انا قلت هقفل كل السوشيال ميديا، هعمل الفيديو وبعد كده هبدا ابراوز في هعمل براوزنج على السوشيال ميديا، لان انا بصراحه الموضوع ده هيبقى اوفر يعني عشان ما اتحرقش عليا حاجه. مستني ايه من التريلر؟ مش عارف، اتمنى ان يكون في اندرو جارفيلد توبي ماجواير، اتمنى غير التريلر اللي فات. التريلر اللي فات كان جامد بصراحه، اول مره اتفرجت عليه كان جامد، وما كنتش متوقع خالص انه يظهر دوك اوك ولا يظهر جرين جوبلين، ممكن يظهروا هنا اكتر في التريلر ده. هل هيظهر اندرو جارفيلد توبي ماجواير برضه؟ الله اعلم، مش عارف ليه يعني عندي احساس ان مش هيبقوا موجودين في التريلر ولا هيبقوا موجودين في الفيلم، ودي حاجه برضه ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. الكاست ليست طبعا احنا دخلنا وشفنا الكاست ليست واتكلمنا عنه في التريلر رياكشن اللي فات. انا طبعا متحمس ان انا اشوف التريلر كالعاده، طبعا ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. سبايدر مان نو واي هوم اوفيشال تريلر، يلا بينا. You botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Let's go. Peter, you're struggling. Everything you want while the world tries to make you choose. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. لا، نفس المشهد هيتعاد تاني بتاع ايما ستون واندرو جارفيلد، ان زندايا هتقع وتموت. لا مش عارف، التريلر مش عارف، التريلر حاسس ان التريلر مش يعني حلو بس، وطبعا نسبه الهايبنس اللي فيه ونسبه الترقب لفيلم سبايدر مان الجديد عاليه برده، زي ما هي 10 من 10 بكل تاكيد. ده وش يعني، هو واحد من اهم افلام السنه، قد يكون الاهم يعني، الفيلم اللي احنا مستنيينه من قديم الازل.
بس مش عارف، حاسس برضو في حاجه يعني، حاسس ان يعني ضحك، تحس ان هم ضحكوا علينا يعني حرفيا، هم تحس ان هم ضحكوا علينا، جابوا معظم الكليبس مونتاج او المشاهد اللي كانت موجوده اوريدي في التريلر الاولاني، تحس ان هم اخدوها كوبي بيست وحطوها في التريلر ده، وحاسس ان احنا برضو ما شفناش اي حاجه يعني، برضو ما ظهرش توبي ماجواير واندرو جارفيلد، ومش عارف ليه عندي احساس ان مش هيظهروا، مش عارف، او تخيل لو حصل هو فعلا الحوار يعني خلاص كونفيرمد موضوع المالتي فيرس والكلام ده كله، وهيبقى فيه عوالم مختلفه والكلام ده كله، تخيل لو هيظهروا ثلاثه سبايدر مان بس الثلاثه توم هولاند، يبقى صراحه الضحك يعني. اتمنى طبعا ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد يظهروا يعني، ده دي هتبقى يعني هتبقى قاعد في السنه هتسمع احلى صياح يعني، صياح اكتر يا باشا يعني فاهم. بس الفيلم ده يعني مش التريلر ده كنت متوقع ان اتليست حاجه تانية تظهر، وعجب الليزرد ظهر، الليزرد ظهر، جرين جوبلن ظهر، والكترو ظهر، بس برضه مفيش اي حاجه بتدل ان اي حاجه بتدل ان في فينوم في الفيلم. مش عارف ليه جه في دماغي المشهد الاخير، المشهد الاخير بتاع توم هولاند وزندايا، لما زندايا بتقع، تخيلوا لو اندرو جارفيلد هو اللي انقذها وفي الاخر وهي بتقع، عشان ما يحصلش معاه زي اللي حصل مع اندرو جارفيلد مع ايما ستون وماتت، تخيلوا هتبقى على فكره هتبقى لقطه فشيخه. مستر 6 طبعا كونفيرمد بكل تاكيد، وعجبتني برضو المشهد، عجبني اول مشهد لما دوك اوك كان بيقول لتوم هولاند قال له يور نوت سبايدر مان، فتفتكروا ممكن هنا يظهر توبي ماجواير مثلا، هتبقى فكره لذيذه يعني. بصوا انا متاكد مليون في الميه لو هيظهروا الاثنين دول، لو توبي ماجواير او توم هول تومي ماجواير واندرو جارفيلد لو هيظهروا الاثنين دول هيظهروا في الاخر خالص، ممكن يظهروا في اخر 10 دقايق من الفيلم، ما اعتقدش ان هم هيظهروا قبل كده، والفيلم خصوصا على فكره الفيلم هيبقى طويل، الفيلم تقريبا هيبقى ساعتين ونص، ثلاث ساعات الا يعني، انا مش فاكر قالوا الران تايم كان هيبقى كام، بس الفيلم كان انا فاكر ان هو كان هيبقى طويل يعني. الفيلم يا جماعه الفيلم ده من الاخر يعني اولا ما يتفوتش يعني، ده نوعيه الافلام دي. بص يعني الناس اللي زي حالاتي اللي اتفرجت على اند جيم بطريقه مش حلوه او مش بالكواليتي اللي هي كان اند جيم يستحقه بمعنى الاصح، ليه الفرصه وان هو يتفرج على سبايدر مان نو واي هوم بتقنيه بما يرضي الله. عندك بقى يا باشا اي ماكس، عندك 4 دي اكس، عندك الثياتر جولد والبريميوم والحاجات دي كلها، عندك الدولبي، عندك عندك حاجات كتير يا باشا، عندك كذا مالتي بلكس ممكن تعيش حياتك مره يعني، خدها اكنها مره في العمر يعني. اصلا نوعيه الافلام دي بتتكرر مره كل فين وفين، لما بنشوف حاجه جامده تستاهل ان احنا نخشها مثلا اي ماكس او 4 دي اكس او الحاجات دي كلها. الفيلم ده لازم تتفرج عليه على يعني كمالتي بلكس محترم، ما ينفعش ده، ما تفرجش ده، ما ينفعش تتفرج عليه في البيت، ولا تنفع تتفرج عليه ستاندرد اللي هو تبقى قاعد كده كرسي الاستاد بتاع مصر ده تفضل قاعد عليه، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. التصوير الزباله ده خدوا بعضكم كده وروحوا اتفرجوا عليه في الاي ماكس مره، مش هتخسروا حاجه، اسمعوا مني، اسمعوا مني. زي ما قلت نسبه رقابي للفيلم 10 من 10. متحمس طبعا جدا ان انا اشوف الفيلم، وبصراحه الفيلم شكله هيبقى يعني هيبقى نفس الهايبنس بتاعت اند جيم، هي نفس الهايبنس بتاعت نو واي هوم، ونفس الجمدان اللي هيحصل في نو واي هوم نفس اللي كان حصل في اند جيم، بس انا يعني انا متوقع له خير، وبصراحه اتمنى ان هو يبقى فيه فعلا توبي ماجواير واندرو جارفيلد في الاخر اتليست حتى اخر 10 دقايق، واتمنى ان يكون فيه كمان ماب موردروك اللي هو دير ديفيل. طبعا على الرغم ان هم ما جابوش اي حاجه ليها علاقه بالراجل ده في التريلر، انا ابتديت اتفرج على المسلسل على فكره دور ديفل، لان ما كنتش اتفرجت عليه من زمان، ابتديت اتفرج عليه مش عارف الحلقه الكام، الرابعه باين حاجه شبه كده، مسلسل حلو وعجبني جدا وشددني جدا يعني. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم سبايدر مان نو واي هوم، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.